المؤتمر الصحفي الأسبوعي لكيان القوات المشتركة لهذا اليوم الاثنين 7 شوال 1440 هجري. راح نتطرق بإذن الله تعالى إلى أهم الأحداث خلال الفترة الماضية، موقف عمليات إعادة الأمن لدعم الشرعية في الداخل اليمني، وأيضا الاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي، واستهداف القدرات الحوثية بالداخل اليمني ضمن عمليات إسناد الجيش الوطني اليمني. بداية اسمحوا لي بالتأكيد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بإذن الله تعالى للعمل على كافة المسارات والمبادئ التي أنشئ وبدأ من أجلها تحالف دعم الشرعية في اليمن. نحن نعمل على المسار السياسي، المسار الاقتصادي، المسار الإنساني، وأيضا المسار العسكري والذي يحقق الحالة النهائية بإذن الله تعالى والرغبة للمسار السياسي في إنهاء الانقلاب وإعادة الحكومة اليمنية الشرعية وإعادة اليمن إلى الحاضنة الخليجية والعربية بعد أن خطفته الميليشيات الحوثية الطائفية. في المجال السياسي نحن نعمل مع الأمم المتحدة وأيضا الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وكذلك مع الحكومة اليمنية الشرعية والأصدقاء والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن لإنهاء الانقلاب الحوثي وإعادة الحكومة اليمنية الشرعية بناء على المرجعيات الثلاث، القرار 2216 وأيضا المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، وكذلك مخرجات الحوار الوطني اليمني. وقيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم كافة الجهود لإنهاء الانقلاب وأيضا الجهود لإيجاد الأرضية المناسبة والصلبة لكافة الأطياف السياسية اليمنية وكافة الأطراف للوصول إلى حل للأزمة اليمنية. في المجال الاقتصادي دول مجموعة الرباعية الكواد وأيضا أصدقاء اليمن 19 يعملون جميعا من أجل إنعاش الاقتصاد اليمني والمحافظة على العملة اليمنية، وهناك جهود كبيرة تبذلها دول التحالف ممثلة أيضا في جهود المملكة العربية السعودية من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لأجل وضع حلول على المدى القريب والمتوسط وأيضا البعيد في الاقتصاد اليمني. الجهود الإنسانية مستمرة منذ بداية العمليات العسكرية. في العام 2018 قدمت دول التحالف ممثلة في كافة الدول الأعضاء مبلغ 1.5 مليار دولار ضمن خطة الاستجابة للعمليات الإنسانية للعام 2018، وأيضا كان هناك دعم سخي من المملكة العربية السعودية وأيضا دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت في خطة الاستجابة لهذا العام 2019. تستمر هذه الجهود أيضا ومع تزامن العمليات العسكرية وإجبار الميليشيات الحوثية للجلوس على طاولة الحوار، وكان من أهم النتائج التي حققها التحالف هو إجبار الميليشيات الحوثية بالجلوس على طاولة المفاوضات في ستوكهولم والتوصل إلى اتفاق ستوكهولم. أيضا جهود التحالف العسكرية تكمن في ما تقوم به الميليشيات الحوثية وكذلك ما يقوم به النظام الإيراني من تقويض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وجهود التحالف العسكرية أيضا مستمرة في العمل الإنساني.